اليوتيوب. طيب في اتصال جاهز. سعود العتيبي. سعود بتقول لا تدق لا يرسل لي تدق يرسل لي تراني على التليفون. لا تدق لا تدق. ليه ايش يبغى ايش يبغى؟ تراني على التليفون. منك ما نبغاك. لا تدق ما نبغاك. احس انه يكلمني من كبينه. بالله لا تدق. ما يا سعود يا اخي ما مبسوطين مرتاحين بالله مبسوطين افراح. بالله عليك دقيقه لحظه يا سعود لو سمحت انتظرنا احنا عندنا معلش عبد الخالق كل شيء في افراح اليوم يا سعود سعيده. سعود العتيبي ارجوك رجاء خاصة فكنا منك يا مسلم. ما نبغاك يا مسلم يا مسلم فكنا منك يا مسلم. ما صدقنا انك غبت. يعني قال انا تعبان يا شباب ما اقدر اجي يعذروني خلاص ما اقدر خلاص انا تعبان باخذ معهم اتصال. يا اخي المشكله ما شفت يوم غاب جتنا افراح اللهم لك الحمد تنزل تنزل افراح يوم غاب يوم وسعاده غاب. يوم غاب جلسنا في الثيل اللهم لك الحمد نتنسم ثم رجعنا وغيرنا اماكن وتنويع. يا مسلم لا لا يا مسلم شوف شوف يرسل لي قلت تراني على التليفون. طيب انا ادري انك على التليفون. يقول لي يقول لي في واتساب في كنترول يقول ترى سعود معنا التليفون. ما يحتاج لي ما يحتاج تزعجني على الواتساب. هذا كيف اسمع اسمع طال طال يا اخي ودي اتداخل واتكلم. بالله يكلم الرجل اللي جنبك قلت انقلع ما في كذا بعد اللفظ قلت انقلع ما في. قال يا حقير كسرت بخاطر المسلم. يا ابغى اكسر بخاطرك ابغى اكسر بخاطرك. ما ابغاك يرسل لك يرسل يرسل نواف يرسل مدير الاعداد ويرسل المخرج عشان كلمنا إلسات. بالله يشوفون خلهم يتدخلون معنا. خلوا اعطونا اتصال يلا شاب. بالله لا احد قاطع خلوا يقول كلمتين ويسكر. فكنا لا يفصل على احد. بالله كل شخص سلام على التليفون ولا شخص سلام على محمد. حياك الله يا ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارفع صوته ولا ما يحتاج صوته ما شاء الله. يوصلكم من البيت يا عبد الخالق متعودين في الديرة. الله يحييك يا عبد الله يا مرحبتين. أطبع عليكم أيها الثلاثي المرح النكوتين اللي ضحكوا الناس طقطقة. ما شاء الله تبارك الله عليكم خفة الدم هذه اللي نزلت عليكم من السماء. أنا والله لو هي عليكم والله ما أرفع السماعة. لو إيش لو إيش؟ لو هي عليكم ما أرسل أحد منكم لكن هي صوته. إيش يقول ما أسمعك والله. ارفعوا صوته يا شباب. صوتنا طوال يا عبد الخالق ما هو قصير. صوتي ضخم قصير رخيم ما يجي طويل. انت بنفسك ما انت بطويل. لا لا وين الراجل ما تصير خلي صوتك طويل. تفضل يا سعود تفضل. بعيده بقول لو عليك من ثلاثه ما اتصلت لكن انا اتصلت اشوف فيت صوتك يا جماعه والله يقول لو ايش يقول لو عليك ما اتصلت فيت صوتك والله انا فرصتك والله ما بضحك لو سمحت يا شباب فيت صوت سعود الحسين بيض الله وجهك مؤقتا 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 خلاص رجعوا اوكي ما احنا في حلقه في روم تويتر. سعود سعود الله يحييك ابو عبد الله. سم سم تفضل عبد الخالق. لا ارجوك يا ابو فهد نعيان انت قوي عبد الخالق. انا قوي عشان كذا بفيد صوتك. طيب اسمعني يا ابو عبد الله الله يحييك والحمد لله على السلامه. تفضل. الله يسلمك يا رب. انا والله اتصلت بسبب واحد يا اخي والله ثم والله ثم والله اننا ما أقول معنى جمهور بل معنى أهل وأسرة كبيرة والله العظيم أننا نفتخر بهم وأن تقشعر الأبدان فعلهم. والله ما فعلوه اليوم مثر ومو معروف في مثر فقط بل معروف على كل شخص ينتمي لقناة الواقع. أشهد بالله أنهم ما قصروا. أشهد بالله أن هذه وقفة هذه اللي يقولونها وقفة الرجل الواحد والأخت الواحدة والأم الواحدة اللي سووها اليوم. أنا أشوفها معروف على سعود وعلى فهد وعلى عبد الخالق وعلى عبد الله الروقي وعلى مصلط وعلى الجميع على المتسابقين وعلى القناة. ما فعل اليوم والله أنه فخر نفتخر به. أنا أشوف أني اكتفيت من قنوات الواقع. هذا الفعل اللي اليوم صار وبحضورنا حنا أنا أشوفه هو أكبر مكتب لنا في هذا الأمر. تفضل. وأنا كتبتها قبل شوي وأقولها وأعيدها. الحلم مع جمهور الواقع واقع ما في أحلام. هذا الجمهور هو لتحقيق الأحلام باختصار. والله أني أتكلم ما في مشاعر كثيرة لكن اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. يستاهلون أكيد. أعيدها وأكررها وأنا في هذه الليلة في هذا الموضوع خلينا ننصف ونقول الحق. هذه وقفة أخوات لنا وأنا أستشهد ببيت الأخ اللي جنبك مع أني ما أحب أستشهد بكلامه ومهو بكفو أني أستشهد بكلام لكن هو يقولون البندق العوجة فيها رمية وفهد بن عيان كان له رميه وحده وبيت واحد استشهد به. اما الباقي
اللي هو يقول يا كم عار جابه لابس البشت والدسمال وكم نالت من المجد لباسة الشيلة. الشيلة الله الله انهم ما قصروا الاخوات اللي تعوا ونشروا اختنا مسكور وموسارة والجميع. ومن هذا المنبر انا اشكر والد مسكور لاننا نعرف جميعا هو من شجعها وقال ادعي يا بنتي وروحي. وبالفعل يعني ما هذه بنت رجال وانا اشكر والد مسكور صراحة تبيض الله وجيههم. شكرا شكرا شكرا. لا لا انا يمكن بقعد ساعه وانا اشكر فما ودي اطول لكن والله انه شيء في خاطري وانتم تعلمون اللي معسر اليوم اللي بيعار الصحي. لكن مثل هذه الافعال اللي هي اللي تقوم الرجال ولينسى الواحد تعبه وينسى مرضه. والله انه مشوشين والله انه بكينا ودمعنا ولكن الحمد لله اولا واخرا. وانا اشكر لكم صراحه يا فهد ويا عبد الخالق ويا نواف انكم اتحتوا لي الفرصه وانا غير متواجد معكم اني اعبر عن مشاعري. انت رأي محلي يا ابو عبد الله. ابو عبد الله انت بيض الله وجهك على الكلام الجميل والجمهور اكيد يستاهل اكثر وكل من وقف ودعم المسفر بن رميثة على وجه الخصوص وقناه الواقع عموما على بشكل عام. شكرا لك يا ابو عبد الله يعطيك العافيه. بس كني والله عبد الخالق اسلم تبي صدق والله انها نص ساعه للتاريخ نص ساعه في التاريخ بالفعل 58,000 في نص ساعه فعل مو طبيعي صراحه. هذا الفعل انا اقول يستحق ان تخصصون الحلقه الليله هذه كامله له. نص ساعه 58,000 تتسدد وكانها 58 ريال. هذا ما يسويه الا اهل واخوان محزن. بيض الله وجيههم جميعا. بيض الله وجهك. بس والله ودي ابو عبد الله على المداخله هذه ودي انك قلت معنا وخلاص كملت معي الحلقه يعني خلاص. انت ما شاء الله اخذت نص ساعه. انا الحين اقفل والله يعين الجمهور على باقي الحلقه عليكم. سعود سعود انت قلت انا والله خلاص اكتفيت اليوم برامج الواقع ما ادري راح نشوفك يعني خلاص بشر. ابد يا عبد الخالق اذا انتم ما تبوني عيال لا تفشوا والله والله. عبد الله انا ابغاك ابو عبد الله حبيبي فهد الله يسعدك. ليش ما قرات الرساله كامله زي ما هي فهد؟ الله يسعدك ابو عبد الله وشكرا لك على كلامك الجميل والجمهور يستاهل ومالنا غير عنا بعد الله. شكرا شكرا يا ابو عبد الله بيض الله وجهك. اسلم ارسلت الكلام مقطع الواتساب يا ريت ترسل للشباب يعرضون لنا لان عندي كلام ابو والله المقطع